كلمتك في التليفون قلت لك ان انا كمال عز الدين الرائد. كمال عز الدين؟ انا ما قلتش رائد. انت معروف يا باشا. انا جاي لك بصفه شخصيه. يا ريت اقدر اقول البيت بيتك، لكن للاسف انا عايش في اوتيل زي ما انت شايف. ليه؟ الله، مش من حقي. ما قلت لك ان دي زياره شخصيه. معلش، اصلي من زمان اختلطت عندي الحاجات الشخصيه بالرسميه. خلاص، اذا كان السؤال مضايقك بلاش. لا، انا بعد اللي شفته في حياتي ما عادش في حاجه في الدنيا تضايقني. معقول؟ على مستوى الاسئله يعني. ما هو اصلي انا ياما اتسالت في الاقسام والنيابه والمحاكم والمدارس والجامعه. اتهلكت اسئله. ده يعتبر رفض للاجابه؟ لما يكون ده قصدي هقوله. ممكن اعرف انت جاي البلد ليه؟ بلدي عشت بعيد عنها 5 سنين. لا، 25. قصدي بعد ما خرجت من السجن. انا وانت يا كابتن الكلمه عاديه بالنسبه لنا. انا عشت بين 5 جدران يجي 20 سنة. طبعا ألعن شيء في السجن يا كابتن هو الجدار الخامس، السقف اللي فوق ده. مع كل يوم بتحس انه بيوطى 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 لغايه ما يكبس على الانفاس ويخنق الخيال. يا ساتر. طبعا يا كابتن السجن بالنسبه لك شيء عادي، شغلتك تبعت الناس هناك. انا شغلي احاول احقق العداله. الرد على سؤالك بقى يا كابتن ان انا انشغلت ال5 سنين اللي فاتوا دول، وفي اول فرصه جيت. قصدك فضيت دلوقتي؟ للاسف لا. معطلك؟ يا سيدي، ما انتوا عطلتوني 20 سنة. حكم محكمه. الله، انت شايفني اعترضت؟ ايه القضيه؟ ما اتحكم فيها من زمان. ما كنتش هنا؟ قصدك ما كنتش اتولدت. ما تفرقش، بيقولوا عليك شاطر. سيبك من التاريخ، مفيش حاجة بتموت. يا ريت. ممكن أسألك سؤال؟ الله، وأنت لسه ما سألتش. تعرف حماد عبد المقصود؟ طبعًا، إحنا جيل واحد تقريبًا، وكنا جيران وزملاء في المدرسة. وتعرف بنته ليلى؟ لا. لا ليه؟ الله، ده اللي حصل. ما شفتهاش؟ ما أنا ما كنتش هنا. أنت خرجت من 5 سنين. لما رجعت البلد كان اللي حصل حصل. ليلى كانت في الجامعة وكانت بتروح القاهرة كل يوم. الله، ده اتهام ده بقى يا كابتن ولا ايه؟ لا. امال اسمه ايه؟ احتمال حد يفكر بالطريقة دي. اذا ما كانش وكيل النيابة يبقى ما يهمنيش. لا، يهمك. اذا كان اللي بيشك فيك حماد عبد المقصود. ايه؟ حماد بيشك فيا انا؟ انا اللي بسأل. ده هتبقى حاجة غريبة. ليه؟ انه بيشك فيا. ده ادعى انه يستمر في الشك. بس انا شرحت له انا كنت في ليله الحادثه، وبعدين انا ما عنديش اي دوافع لارتكاب جريمه بشعه زي دي. مقتنع؟ ده اللي كان متهيألي لحد دلوقتي.
حماد ما قالش حاجة. أمال مين اللي قال؟ حماد اختفى. يعني إيه اختفى؟ يعني راح مكان مش عاوزنا نعرفه. راح ينتقم؟ ده اللي احنا فكرنا فيه. وتصورت إنه جاي؟ بصراحة قلت كده. وحضرتك بقى جاي علشان تحميني؟ محتمل. غريبة. ما هو أنت برضه ليك حقوق. أنت بالشكل ده بتضيع وقتك. ده اللي عايز أعرفه منك. لو دورت عليه هيكون أحسن لينا كلنا. وأنت إيه دخلك في الموضوع؟ ما أنا دخلت خلاص يا كابتن من ساعة ما قلت لي. عن إذنك. اتفضل. هنتقابل. أوكي. أنا مش محكمة. ما انتش محتاج تبقى قاضي عشان تحكم. اسأل أي حد مين اللي قتل ليلى حماد، هيقولك إنه مصطفى زيدان. قول الكلام ده للشرطة. وأقول أنا ليه؟ ما هو قتل جوزي واتحبس مؤبد. واحد زي ده كان لازم يعدم. النهاردة دورك يا متر. شوف يا مدام مريم، أنا دايف من الحكاية دي كلها. الصدمة مش قادر أفوق منها. لغاية دلوقتي ما وصلناش لأي تقدم في التحقيق. مش قادر أستقر على رأيي. وده كله ملخبط لحياتي. ما هو انت لو فكرت صح هتوصل للحقيقه وترتاح. انا ما عنديش اي مانع ان اصدق ان مصطفى زدان هو القاتل، لكن فين الدليل؟ عاوز دليل اكتر من انه قتل قبل كده؟ انا مش فاهم انت عايز مني ايه بالظبط. عايزك تراعيني، عايزك تعبرني. ايه الكلام الغريب ده؟ ايه اللي عايزك تراعيني عايزك تعبرني يا ابني؟ انت بتشتغل مع عوالم. ده معلم، كل انسان بيبتدي صغير ويكبر. يا ابني انت جاي تديني درس. العفو معلم العفو. معقولة؟ ده انت الكبير وانا الصغير. ولما انت عارف كده ما تلزم حدودك. عامل لي قلق ليه؟ عاوز مني ايه؟ عايز اكبر يا معلم وفي عزك. هو كمان مش معقول هفضل صابي طول عمري. وعاوزني اعمل لك ايه؟ افتح لك اجانس؟ ما قلناش كده، مع انها ما تكترش عليك يا معلم، لكن راعينا حبتين، عبرنا شويتين. يا ابني طريقة العوالم دي بطلها بقى. حاضر يا معلم، هبطلها وهبطل اي حاجه انت عايزها، بس جوزني صفية. ايه فيها يا معلم؟ انا قهوتي ساده. مدام جاي لوحدك تبقى ما لقيتش عم حماد. حماد مين؟ الله، جاي يا ست الغالي، حماد عبد المقصود. ولا ايه ليه؟ حماد عبد المقصود مش مطلوب في اي حاجه. مش سر يا فندم ان عم محمد ناوي يقتل حد. شوف يا استاذ عماد، اصعب الجرائم في اثباتها جرائم الشروع. كارثه. ايه هو اللي كارثه يا نمر اربعه؟ كنا مستنيينك يا فاضل. خير. اولا ايه الكارثه اللي انت داخل بيها؟ نسيتها. الله، في حد بينسى كوارث نمر اربعه؟ ما تخلونا في الكارثة اللي احنا فيها دي. مش يمكن الكارثة اللي هو جايبها اشد؟ وفي حد بينقي كوارث؟ ما هي نازلة ترف على دماغنا اهي. احنا كنا عملنا ايه يعني؟ اقول لك يا سيدي احنا عملنا ايه؟ سيبوكم من النقار وخلونا نعرف ايه الحكاية. حماد عبد المقصود. ده اللي انا كنت جاي اكلمكم فيه. يوهو، تبقى جايب نفس الكارثة بقى. حماد اختفى وفي ظروف تخلينا نقول انه هيعمل حاجة. زي ايه؟ مش عارف. اولا لازم نبتدي بالصراحه. احتمال كبير قوي ان حماد يكون ناوي يقتل اللي قتل بنته. طب واحنا من؟ الله، مش يمكن بيشك في حد منا؟ لا، دي تبقى سذاجه. واحنا يعني عشان عملنا غلطه من 25 سنه خلاص بقينا احنا قتله سفاحين؟ مصلحتنا احنا ايه في حاجه زي دي؟ ثم ان دي عينه ما فيش في ايدها حاجه تعملها، حتى لو كان في ايدها حاجه تعملها. احنا مش محترفين عشان نرد على اي حاجه بالقتل. لا لا لا، صبح ايه؟ ده ما حدش فينا عملها واحنا ما كنا صغيرين حتى. ده صحيح. لا انت يا فاضل ولا انت يا مليجي ولا انا، كلكم عارفين ده كويس قوي. ومع ذلك مش هو ده موضوعنا. المهم دلوقتي ان حماد بيشك في حد. مين هو؟ انا شخصيا رحت له البيت وعزيته، والراجل قابلني زي ما اكون اخوه بالظبط. ده انا فاكر حتى ليلتها قال لي مش وقته الكلام ده يا مليجي. السؤال، هل فعلا حماد قاصد حد فينا؟ فاللي ايه داخل علينا دلوقتي؟ بصفتي اجدع واحد فيكم اقدر اتكلم بصراحه. احتمال
ان حماد يكون قاصدني انا، والرائد كمان عز الدين جالي ونبهني. خلاص يبقى قصدك انت. ده احتمال يا مليكي، الاحتمال التاني انه يكون قصدك انت. انا ليه بقى؟ او قصد فاضل او سراج او اي حد منا. ايوه بس ده احنا اصحاب. عاوزين رايي بصراحه، الحادثه لما حصلت حماد فكر بسرعه، ويمكن من غير منطق كمان، ان ليلى تكون عرفت حاجه عن موضوع الاهليه القديمه، وانها هددت حد فينا او كشفته ام تخلص منها. لا لا يا مصطفى، الكلام ده مش ممكن، لان ليلى لو كانت عرفت حاجه حماد اول واحد هكلمه. ما يمكن كلمته، واحتمال انه يكون حماد مخبي الجزء ده. يا اخوانا اللي بيحصل ده بس الصراحه حاجه مزعجه قوي. انا بقى بفكر اخد نصيبي وامشي من هنا. مصطفى معلش انا اسف، استنى عليا شويه اسبوع. وانا كمان لسه ما قدرتش ادبر المبلغ، 12,000 مش قليلين. وماله يا اخويا، بس بقول لك ايه، مش اكتر من اسبوع. ها سامعني؟ أنا سامعك بس لا مؤاخذة مش فاهمك. كل صغير بيكبر يا مسعود، دي سنة الكون، وأنت المفروض تكبر بقى يا أخي. لا ما أنا بكبر أهو في السن. لكن في غيره لا. أنت ظاهر ما تعرفنيش يا مصطفى بيه. لو أنا ما أعرفكش يبقى ما فيش حد في الدنيا دي كلها يعرفك، حتى مسعود أحمد أبو زيد اللي هو أنت. أنا أعرفك أكتر من نفسك، أعرفك من يوم ما اتولدت في كفر الغربوة في 21/2/57. الله الله الله، ده أنت مطقص عليا بقى. وأعرفك لما اشتغلت في وزارة الزراعة واترفدت. أيوة بس أنا ما شغال. قرار الرفد موجود يا مسعود. شفت بقى، أنا مطقص عليك كويس أوي إزاي؟ لكن مش هي دي المعرفة. أنا أعرفك بقى بالحس ثم بالمعلومات. انت طموح ونفسك يكون عندك اجنس زي ده واكبر كمان. انا بقى اللي هحقق لك الحلم ده. فعلا المكان ضيق عليك، لكن معلش خليك فيه لغايه ما نحقق هدفنا. هو ايه هدفنا؟ انك تبقى صاحب الاجنس ده بدل المليجي خميس. الساعة كام دلوقتي؟ المفروض نحترم مواعيد الغزل. ده الميعاد الوحيد اللي انت بتحترمه. انا بحترم كل مواعيد وخصوصا المواعيد المهمة. ايه الاخبار؟ مفيش، لسه حماد عبد المنصور مختفي. مختفي؟ مختفي فين؟ محدش عارف، لكن في استنتاج غريب شوية انه راح ينتقم من القاتل. والقاتل هم عرفوه؟ هو في غير مصطفى زيدان؟ مصطفى زيدان هو القاتل؟ دي شبهات خالتي. انتوا عارفين مصطفى زيدان بيتهم مين؟ بيتهم حماد عبد المقصود. لا ده مجنون بقى او بيبعد الشبهه عني. المهم ان حماد مختفي من الفجر لغايه دلوقتي، ومفيش اي حد اتقتل، وما زال الهدوء بيسود العالم. وانا شايف بقى ان دي فرصه مناسبه تماما علشان ناخد بعضنا كده ونروح نتغدى في حته سوا. هتعزمنا؟ طبعا، بس ساعه الحساب البركه فيك يا خالتي. هنا يا مليجي. هنا؟ ايوه. الفكره كده مش صح. انت عامل لي قانوني وبتفوتك حاجات كبيره قوي قوي. اي حد يشوفنا هنا ولو صدفه هيربط بين وجودنا سوا. وايه يعني؟ مش ده اللي كنا خايفين منه بقالنا 25 سنه؟
احنا علاقتنا ببعض ما تخوفش يا مليجي، احنا زمايل دراسه واشتغلنا سوا فتره، وبعدين احنا قريبين قوي من بعض يعني ما فيهاش حاجه. وحتى لو كان ده صحيح، مش ده المكان اللي نتكلم فيه، ما كنا اتكلمنا عندي في المكتب. ما ينفعش، لان الكلام اللي هقوله لك دلوقتي كلام مهم جدا ومش لازم حد يسمعه. طب قول بقى، انا قلبي هيقف. حماد عبد المقصود ما وصلش لحد لغايه دلوقتي، ربنا يستر، واحتمال يكون خرج لسبب تاني خالص. طب ما انا قايل الكلام ده الصبح. المهم دلوقتي ان الناس فاهمين ان حماد لازم ينتقم، صح؟ صح. يبقى لازم ينتقم. ينتقم من مين؟ قول لي الاول، انت حالتك الماليه اخبارها ايه دلوقتي؟ ما انت عارف يا فاضل. يعني 12000 جنيه يعتبروا كتير؟ طبعا. نعم. حماد مصطفى؟ طب ازاي؟ ده انت كده عايز تركب فوق ظهر السابع. ازاي تقنع حماد انه يقتل مصطفى الزهان؟ مش حماد اللي هيعملها. تبقى مش هتنفع. لا هتنفع. اذا ظهر ان حماد هو اللي عاملها والادله كلها هتثبت عليه، والكل هيصدق لانهم فاهمين ان حماد لازم ينتقم وانه شاكك في مصطفى. وبكده نخلص من مصطفى زدان ومن حماد عبد المقصود. مش جايز شاكك فينا احنا كمان وهينتقم مننا. الفكرة الماظ، بس فيها عيب واحد. عارفه مين اللي هينفذ؟ طب ما انت واخد بالك اهو. دي اهم حاجة لازم نفكر فيها. دي هي دي اساس الموضوع فاضل. ايوه يا سيدي، ولازم نفكر فيها بسرعة، ويا ريت نبتدي نفكر من دلوقتي ان كان ممكن. لا دلوقتي لا، انا عاوز اتغدى، اصل ما اعرفش افكر وانا جعان. مش هي دي السكة يا حماد؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك انت؟ انا حر. مش في قتل الناس يا حماد. انت قصدك ما تعرفوش. تبقى نسيت يا حماد، انا اعرف نصار كويس قوي. انا اعرف اكتر منك، عشان كده مش هرجع لما اخلص عليه. يا عمكي. اهلا بيك. قابلنا صار زمانه جاي، هو اتصل من العربيه وقال له ان زمانه جاي. براحته، ما انا عارف مسؤوليات نصار بيه، الله يكون في عوني. اما الابله اخلاص ما جاتش معاك ليه؟ اصلا انا جاي من بره بره، وبعدين ما انت عارف اختك عايزه ترتيبات، ما ينفعش تيجي على طول كده من غير مواعيد. ده البيت بيتها يا عمكي. انا برضه قلت كده، بس هي بقى حاجه تانيه، اصل اختك من النوع الواعي قوي، وطبعا مقدره مسؤوليات نصار بيه. والله ليها حق، انا قلبي معاها. اقصر الشر حماد اخويا، لازم يكون في ايدك دليل. لما يبقى في ايدك دليل انا اول واحد هيقف معاك. ما فيش غيره، نصار ابو سعود هو اللي قتل ليلى. صعب يا حماد. مفيش حاجة صعب على نصارة بالسعود. ليه؟ اديله فرصة قربه وخليه يقول ليه؟ راجل كبارة زي ده يعمل حاجة زي دي ليه؟ يضيع اللي هو فيه. ما هو مضيعش حاجة اهو. بالعقل كده يا حماد، ايه اللي يخليك تتهم نصار ابو السعود؟ قلبي هو اللي بيقول لي كده. لا مش بالقلب حماد اخو، بالدليل. وانت ما فيش في ايدك دليل. والله ما خسرك غير شكلانه وكيل المحامي دي. انا بقى مش وكيل محامي، انا يا دوبك فراش في مكتب الاستاذ، والعقل بقى ملوش دعوه لا بالاستاذ ولا بالفراش. العقل زين يا حماد.
كيف المذاكره؟ اهلا يا سراج. ايه يا راجل، ايه الغيبه الطويله دي؟ اه امال فين خلوصه؟ في البيت، اصلا انا جاي من بره. بره يعمل لها تليفون تيجي حالا. مش النهارده، يوم تاني بقى. صح. آه يوم الخميس كويس؟ ماشي خلاص، يبقى هنقضي الويكند مع بعض الخميس والجمعه في الاسماعيليه. اتفقنا؟ اتفقنا. طب استاذن عشان اطلع اذاكر. مش عايز اقل من القمه الاولى ان شاء الله. على اذنك. اتفضلي. مصطفى زيدان خرج. مين مصطفى زيدان ده؟ انا اتصلت بالبنك عشان الاعتماد، يومين ثلاثه وكل حاجه تخلص. تقدر تبعت تليكس عشان تستعجل الشركه. بس عايزك تقابل خليل بيه وتوضب كل حاجه معاه. مفهوم؟ مفهوم. البيت بيتك، انا هاخد دوش بسرعه وهرجع لك على طول. مصطفى زيدان خرج يا نصار بيه. مين مصطفى زيدان ده؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا ريتنا ما كنا نعرف. انا فعلا ما اعرفوش، وما يهمنيش اذا كان مصطفى زيدان بتاعك وده خرج ولا ما خرجش. وبعدين حتى اذا كنت اعرف شخص اسمه مصطفى زيدان، انا نسيته من زمان، وما احبش حد يفكرني بيه. هو اللي جاني يفكرنا بنفسه. وانا مالي يا اخي؟ ما يفكركم زي ما هو عايز وانا مالي. اصله طالب فلوس. فلوس ايه دي اللي طالب؟ نصيبه من حكايه الشركه الاهليه. عيب يا سراج، عيب الكلام ده، ما يصحش كده ابدا. فلوسه ايه ونصيبه ايه؟ انت كان لازم تسوي الموضوع. مفيش داعي تحرق دمي، انا راجل مشغول طول النهار وما استحملش المشاكل دي. انت راجل كبير، كان لازم تفهم ان الموضوع ده ما يتعرضش عليا خالص. طب والفلوس؟ ما تدفعها يا اخي، وبعدين تعالى حاسبني، وانا عمري كلت عليك حاجه؟ العفو يا نصار بيه. الله، ما في حسابات بينا. يعني دي اللي حتى قالها؟ اتصرف، كان لازم تتصرف، انت كده نرفزتني. انا اسف، اسف جدا يا نصار بيه. انا في الحقيقه كنت ناوي ادفع المبلغ، بس لقيته كبير شويه. يا سلام، يعني كام؟ هو 47500 جنيه، لما تقسمها يبقى نصيب كل واحد كام؟ انا قلت كده برضو، بس مصطفى زيدان قال كلام تاني. لو المبلغ ده اتحط في البنك طول السنين دي كلها كان هيوصل 10 اضعاف، يعني يبقى نصيب الفرد 71000 جنيه. انت بتقول ايه يا سراج؟ مش انا اللي بقول، ده مصطفى زيدان عايز 71000 جنيه. يعني لو قسمناها علينا كلنا المبلغ هيبقى كبير. انا لو كان معايا الفلوس دي تحت ايدي كنت دفعت، لكن للاسف المبلغ مش متوفر دلوقتي. مش هندفع حاجة. ايه؟ مش هندفع حاجة. ازاي بس؟ ده حقه فعلا. ولا حقه ولا حقنا ولا حق حد. ده حق الشركة الأهلية. إذا كان لازم ترجع للشركة الأهلية، مش لمصطفى زيدان. بس مصطفى زيدان كان معانا أثناء العملية، وكل واحد خد حقه إلا هو. دي حكاية تانية. ده ماضي. ومفيش داعي ننبشه. مش إحنا اللي بننبشه. مصطفى زيدان هو اللي بينبشه. مين مصطفى زيدان ده؟ يعني هيهددنا؟ ده راجل مجروح. خلاص اديله 1000 جنيه كويس قوي كده، وانا مش هدفع حاجه. مصطفى زيدان مش سهل للدرجه دي. مصطفى زيدان طالع من مؤبد، يعني راجل مهدود، عيان وحالته بالبلى. اي فلوس هتكون بالنسبه له نجده. اتصرف. مصطفى زيدان طلعت له ضوافر اثناء المؤبد. بلاش كلام روايات، انت كده بتضيع وقتك ووقتي. وعيب انه اقول لك اتصرف، كان لازم تتصرف. الحكايه دي مش من مستواي، ودي اخر مره اسمع فيها عن مصطفى زيدان. مش اسمه كده برضه؟
كده. ايه بقى الحكايه؟ حكايه ايه؟ اشمعنى نصارى ابو السعود؟ لا دي حكايه طويله. انا هنلاقي قعده احلى من دي نتكلم فيها. مش هتصدق، نصار ده في يوم من الايام كان صاحبي. وما صدقش دي ايه؟ ما انا كنت شايف بنفسي. كنا اصحاب، اصحاب قوي، اخوات يعني. وماله؟ وبعدين قلبت الحكايه وكرهنا بعض. ليه؟ ليه ايه؟ ليه كرهته؟ احب واحد ما يحبنيش؟ طب ليه هو كرهك؟ نصار كان صاحبنا، وهو طارق كان شخص عادي، لما اتخرج اتفتحت في وشه وتنطق جامد. طبعا خاف على اللي هو فيه، فحب يقطع بينه وبين اللي فات. وايه هو اللي فات؟ احنا. ده انتوا احسن ناس. ده بس من كرم اخلاقك. على الاقل واحد زيه مش هيندم انه عرفك في يوم من الايام. نصار خلاص ما بقاش طايق حد فينا. ليه؟ ايه هو اللي ليه؟ هو انت كل شويه تسالني ليه ليه ليه؟ ما انت مش عايز تتكلم يا حماد. اتكلم عن ايه؟ عن سرقه الشركه الاهليه. انا قلبي مش مطوعني. ايه اللي رجعني تاني ونصرها ابو السعود زي ما هو؟ احنا هنعيده تاني يا حماد. يا راجل يا راجل، ده احنا بنهاتم العصر وخلاص اتفقنا. هندور على دليل، وساعة ما هنلاقي الدليل هنتصرف. موضوع بسيط، سهولة يا فندم. علشان بسيط أنا هحلها بنفسي. على كيفك يا فندم، أنت الكبير، إنما لما تحب أؤمر وإحنا نخلص الموضوع في ربع ساعة. الموضوع أبسط من كده بكتير، استناني ساعة واحدة. هنا؟ يبقى اطلعني. ما معيش سلاح يا نصار. عايز ايه؟ نتكلم. انت حرامي وممكن اضربك برصاص. شايفه؟ شايفه قلة الاصل؟ احنا ما شفناش بعض من 25 سنة. ما راحش من فكري يوم واحد. لو كنت اقدر اشوفه كنت جيت، لكن للاسف ما كنتش اقدر. وأول ما قدرت أديني جيت أهو. حبيبي وحشني. يوم يقول لي أضربك بالرصاص. أنا ما أعرفكش وعمري ما شفتك. الله 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 الله. هو إيه اللي حصل يا نونا؟ هي دي الصداقة برضو؟ أنا سمعت كتير وقريت كتير إن الدنيا اتغيرت، بس الصداقة دي علاقة إنسانية، هي هي عبر التاريخ. أنت جاي تهزر؟ أنا ممكن أضربك برصاص دلوقتي. لا 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 لا، أنت مش هتعمل ده، لأن المسدس مأمن، ومش ممكن تكون زي بتوع السيما تطلع لي المسدس وطاخ على طول. لا لا، أنا وأنت عارفين إن ده ما بيحصلش. أنت عايز إيه؟ نتكلم. نتكلم في إيه؟ أنا ما فيش أي موضوع بيني وبينك. يا راجل، ده احنا بينا وبين بعض جدول أعمال. وإذا قلت لك إني مش عايز أتكلم معاك؟ تبقى خايف، وما دام خايف تبقى غلطان. أنا مش خايف يا مصطفى. الله، مش بقول لك إن احنا أصحاب؟ أفتكر اسمي لوحدي أهو، وإمتى؟ بعد 25 سنة. هي دي الصداقة ولا بلاش؟ بالحضن يا صاحبي. عندك. عايز ايه؟ الموضوع الاولاني اللي يخصني قوي،
نصيبي في سرقة الشركة الأهلية اللي سرقناها سوا. انت هتفتري عليا؟ انت حرامي ونصاب وقاتل وجاي تهددني؟ خدي منه المسدس. الموضوع التاني قتل ليلى حماد عبد المقصود. وانا مالي ومال ليلى حماد عبد المقصود؟ انا مالي ومال ده كله؟ انت فاكر انك بالقوه هتوصل للي انت عايزه؟ مش انا اللي ابتديت بالقوه يا نصار. انت ناسي انك انت اللي طلعت المسدس ونشنت علي مره على القلب ومره على المخ، اضطريت ادافع عن نفسي. يعني مش انا اللي بستخدم القوه يا نصار، ده اسمه في القانون دفاع عن النفس. انا عارف انت عايز مني ايه. تشوه سمعتي، غيران من نجاحي. كلكم بتغيروا من نجاحي. ايوه انا الوحيد اللي نجح فيكم، انا اللي حققت حاجه. بتحقدوا عليا، عايزيني افشل زيكم، لكن انا ما فشلتش. تعملوا ايه؟ تحطموني. لكن لا يا مصطفى، مش انا ومش هتقدروا. محدش بيحاول يحطمك يا نصار. في الحقيقة كل واحد فينا كان شايل دماره جواه، زرعنا في جسمنا قنبلة مش عارفين هتنفجر امتى. انا بقى طلعتها، دخلت السجن 20 سنة وخرجت سليم. ممكن اكلمك لوحدك؟ ده انا فاكر انها معاك في العصابة. عصابة ايه يا مصطفى؟ العصابة اللي قتلت ليلى حماد يا نصار. مفيش عصابة قتلت ليلى حماد. امال مين اللي قتلها؟ ادخلي جوه. ادخلي جوه يا نهد، مادام البيع قال ادخلي يبقى تدخلي. ايوه يا نصار. قلت ايه؟ في ايه؟ الله 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 الله، انت مش معايا بقى ولا ايه؟ أنا بسألك على ليلى. أنا قريت الحادثة في الجورنال زي أي حد، بس في واحد بيتهمك. مين ده؟ مش هقولك، لأني لو قلت لك عليه بكرة الصبح هتنتهم منه. لا أنا مش عارفك يا نصار. أنا؟ أنا ما أقدرش أعمل حاجة زي دي يا مصطفى. لا يا حبيبي، تقدر تعملها قوي قوي. صدقني يا مصطفى، ليلى دي معرفهاش نهائيا وعمري ما شفتها، وطبعا ما فيش اي مبرر اعمل اللي بيقول عليه المجنون ده. يمكن هددتك بايه؟ بالماضي مثلا. تعرف عنه ايه؟ دي بنت امبارح. ما فيش حاجه بتموت يا نصار. ابوها كان شريك، هتهدد ابوها كمان؟ والله ما اعرفش. لا يا مصطفى، انا لا يمكن يكون لي علاقه بحاجه زي دي. أنا دلوقتي ليا مكانتي في المجتمع، أضيعها ليه؟ قلبي بيقول لي إنك كذاب. مصطفى. أيوه. مش عايز أخسرك. يا سلام. بعد ما رفعت المسدس عليا؟ يا أخي ده أنت مهرج بصحيح. أنا كنت بدافع عن نفسي زي ما كنت أنت بتدافع عن نفسك بالظبط. خفت إنك تهاجمني. كل ده من أزمة الثقة. أنت خفت مني وأنا خفت منك. لكن بعد ما اتكلمنا رجعت أيام زمان. أيوة أيام زمان. نرجع بقى لموضوع الأهلية. لازم تاخد نصيبك. أنا قلت لهم كده، قالوا لي نقسم ال 47,000 جنيه على 7. قلت لهم لا، هو ده بقى الكلام الفارغ، لان لو حطينا المبلغ في المشروع هيجيب كذا مليون جنيه. طب بلاش، لو حطيناه في البنك مش هيجيب اقل من 500,000 جنيه. لو قسمنا المبلغ ده على 7 يبقى نصيب كل واحد حوالي 72,000 جنيه. هو ده اللي لازم تستلمه. انا موافق على ذلك تماما. بس انا مش موافق. لا يا مصطفى، ده حقك.
لا ده انا حقي اكتر من كده بكتير قوي قوي. ايه يا نصار بتبص لي كده ليه؟ ده انت شاطر في الحساب قوي يا اخي. اهو اوام لحقت تجمع وتطرح وتضرب وتقسم وتطلع نصيبي 72,000 جنيه. طيب بقى ما دام شاطر قوي كده يبقى نحسبها من كل ناحيه. مثلا التأبيدة اللي انا خدتها نديك تعويض عنها. مصطفى لازم تعرف حاجه، احنا مش ممكن نختلف على الفلوس، الماديات مش ممكن تفرق بينا. طيب تفتكر قد ايه التعويض اللي ممكن ياخد واحد قاعد في السجن 20 سنة؟ ولا 1,000,000 جنيه. يا سيدي 1,000,000 كفاية، اظن ده مبلغ متواضع جدا جنب الليالي اللي قضيتها في السجن، وكان ممكن تكونوا معايا لو نطقت بكلمة واحدة. محدش مختلف على موقفك العظيم، وانا شخصيا انا فاهم انه التضحية اللي ضحيتها تساوي 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 كتير، بس يا مصطفى خلينا نتكلم في الممكن. وهو 1,000,000 جنيه مش ممكن؟ طبعا مش ممكن، انت فاكرنا ايه؟ انا متأكد انكم تقدروا تدفعوا، ما هوش كتير عليكم، وصدقني انا عارف كويس قوي انتوا عندكم كام. المبلغ ده اقل بكتير من اللي هربته من الضرايب او اللي انت كاتبه باسم ناس حتى ما هماش قرايبك. مصطفى انت بتتكلم بجد؟ طبعا 1,000,000 مش كتير عليكم ولا عليا، ده انا خسرت حياتي كلها يا نصار، ومع ذلك انا راجل واقعي جدا. قدامكم مهله اسبوع، واوعى في الاسبوع ده تحاول تعمل ألعيبك اياها. اتفرج لحاجتين اتنين بس، الحاجه الاولانيه انك تجمع المبلغ، والحاجه التانيه انك تقعد تدعي اني ما ارجعش في كلامي واستقل 1,000,000. ايه ده تأمين خروجي يا نصار.